ردات مباراه حاولنا نجريهم والحمد لله وفقنا ربي وربحنا وربي معنا ان شاء الله في الفينال. يقولي كذلك لاحظنا وقوف يعني الهيئة المديرة نادي الصفاقسي إلى جانبك هذا دور النصف النهائي إلى جانبك كذلك في البطولة الإفريقية وفي الموسم الرياضي. والله كما قلت معناتها الهيئة المديرة من أول سيزون براتيكمون اللحظات هذه معناتها نشكرهم وقفوا معايا كسوا سي قيس طريقي سي طه معلا سي صابر سي منصف خماخم الكلهم سي ناصر نجاح الكلهم وقفوا معنا ووقفوا مع البنات والحمد لله معناتها هذيك اون فان كونت بون نشكرهم اما معناتها هيك الواجب نتاعهم معناتها كلنا هيئه مديره من بعضنا لازم نوقفوا كل ما بعضنا معناتها مع الـ مع الـ مع المجموعه كسوا فوت فولي بنات ولاد حتى العاب فرديه لازم نوقفوا معهم معناتها هذا اللي كان الواجب نتاعنا كاو يد واحده وان شاء الله ان شاء الله على الاقل نفرحوا الجمهور بتيترسنا. بسام اليوم النادي الصفاقسي او في بعوده في كره طايره دومي فينال يعني بعد ما كان انهزم كان رجع اليوم في المباراه في هذه المباراه لابيل الان هو الحاسم في الدور النصف النهائي لمسابقه كاس تونس. اكيد هي مباراه رد اعتبار قبل كل شيء معناتها انهزمنا في صفاقس في مباراه صعيبه برشا نسيناها لعباد الكوليكا حاولنا باش نساو وخممنا في المباراه هذه تعرف بعد خساره الدور النهائي ان شاء الله مازلنا امل في البطوله باش تعدى البطوله لازمك تفوز مباراه اليوم مباراه الفاصله ان شاء الله النهار الاحد الجاي اكيد نادي صفاقسي معناتها فريق شاب فريق صغير وان شاء الله المستقبل قدامه ان شاء الله احلام اليوم النادي صفاقسي كان كنتم موجودين اليوم رجعتوا الاعتبار لكم انتم سيرتوا بعد هزيمه صفاقسي كانت قاسيه عليكم يعني خليتوا اموال منحة اخر وثنية اخرى للابيل اللي باش يكون الاسبوع القادم ان شاء الله. والله احنا بالنسبه لي نحن الماتش للي كان صعيب خاطر كنا نلعبوا من غير الباسوز نتاعنا مشى الماتش مريقل من بعد دار خسرناه صحيح بيت ما خسرناه اما احنا بعد الفينال والخساره حبينا نكونوا نلعبوا اونيفو نتاعنا في الروتور في اللابيل نحضروا بين الماتشات الفينال. ولا هذو ما ماتشويت كانوا ماتش الاول كان صعيب اما هذو ما نحضروا بهم ان شاء الله للي جاي للفينال ان شاء الله. مباراه معناها نتاع ربح ما فماش معناها حتى حل معناها لازم نربحوا ديجا عام كامل نربحوا فيها معناها ما فماش علاش باش نسيبوا لها في ماتش ديسيزيف. كاو ماتش هذاك نحضروا به الشامبيون ان شاء الله وان شاء الله نربحوا في نهزوا تيتر نفرحوا الصفاقسية الكل. اول حاجه معناها على الجمهور سورتو الخساره نتاع الماتش اللي غاديك مع المرسى وكل الله غالب معناها خسرنا ومالغري معناها جاو وتفرجوا فينا ويعطيهم الصحه ومعناها نشكرهم برشا خاطر ديما في كل ماتش سواء بديفيت ولا بربح ديما يكونوا معنا. وثاني حاجه احنا سي اس اس والمرسى معناها هي المرسى ما عندهمش معناها لاتيتود انهم مش يترشحوا فيناليت وكل شيء واحنا مستنزين به الاوبجيكتيف نتاعهم عندهم الاوبجيكتيف انهم يترشحوا فينال شامبيونا ولا حاجه جوست يربحوا سي اس اس وكا هو احنا الاوبجيكتيف نتاعنا حاجه اخرى ما بعيده برشا على ان نربحوا معناها مرسى ولا اكس ولا ايغريك الاوبجيكتيف نتاعنا نكونوا فيناليست كل عام وماذا بينا كان ان شاء الله ربي يوفقنا ونفرحوا الصفاقسية الكل وماذا بينا زيد العبيد الكل يجيو يشجعونا يتفرجوا فينا يتبعونا شويه نفرحوا برشا يعني كي نراو العبيد يتبعونا. الثقة حتى ميم في حتى في لونترينمون راهو هذيك حاجه معناها تعطيك كونفيونس تعرف فما عباد وراك انت تخمم ما تخممش في روحك يا جوار ديما تخمم في الناس اللي تشجع فيك وكاو معناها هذا ما ليكيب والمرسى يعطيهم الصحه بالطبيعه ايكيب معناها قاعده تخدم وبيه للفولي معناها الفولي في تونس قاعد يتحسن كنا عم ناول وكل كان سي اس اس وكارتاج ماكم تعرفوا تويكا فما تروازيام ايكيب معناها قاعدين يخدموا كل شيء وان شاء الله ربي يوفقنا معناها احنا الاوبجيكتيف نتاعنا السنه هو نعملوا ايكيبا باهيه ايكيبا صغيره وتويكا كي حاسين رواحنا معناها نجموا نمشوا لقدام علاش لا ما نكونوش شامبيون سنين ان شاء الله.